أهلا بكم مشاهدينا في الأخبار الرياضية. تأهل نادي الكويت اليوم إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية الأبطال لكرة اليد بعد فوزه على الشارقة الإماراتي ب30 هدفا مقابل 26 في اللقاء الذي جمع بينهما في مدينة الحمامات التونسية ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة. وسيلاقي نادي الكويت في الدور المقبل نادي الزمالك المصري.